اهلا بحضراتكم من جديد. كلها ربع ساعه واحنا هنكون على موعد مع انطلاق قمه كره اليد او قمه جديده في كره اليد، الاهلي والزمالك تحت قياده النادي الاهلي اداره فنيه جديده، مستر دانيال جوردو المدير الفني الاسباني اللي تولى المسؤوليه منذ ايام استعدادا لدوري السوبر المصري او بطوله السوبر المصري، دوري لا بطوله محترفين السوبر، البطوله اللي بتتلعب دلوقتي وليس السوبر المصري. بنوضح ده للساده المشاهدين ان دي بطوله جديده تم استحداثها من قبل الاتحاد، ولكن السوبر المصري مش دلوقتي، السوبر المصري هيكون في بدايه الموسم الجديد. المباراه مهمه جدا جدا لانه خلاص الفرقتين هيكونوا بيستعدوا للسفر الى السوبر الافريقي وكاس الكؤوس في الجابون الشهر القادم، فاذا المباراه مهمه تحت قياده فنيه جديده للنادي الاهلي. نتمنى عفوا نتمنى كل التوفيق لفرقتنا النهارده، وهاخد راي ضيوفي طبعا اللي مكملين معانا. عندنا سهره النهارده في كره اليد، كابتن ياسر، يمكن مباراه النهارده في غايه الاهميه، النادي الاهلي الحقيقه تحت قياده فنيه جديده، شايف المباراه النهارده ازاي؟ انا شايف ان المباراه النهارده هيبقى ليها شكل تاني مع جهاز جديد، طبعا كابتن ياسر لبيب ليه اسمه رئيس الجهاز، والخواجه وكابتن احمد سالم، وطبعا ميشو. انا شايف لما نيجي نبص كده على الزمالك والاهلي، الزمالك في المشوار اللي فات ده كله احرز 1394 هدف وعليه 1057. نعم. وهنيجي بقى للاهلي، الاهلي احرز 1212 وعليه 925. الملحوظه هنا ان احنا دفعنا النادي الاهلي قوي جدا. فرق تقريبا، فرق تقريبا 125 هدف في الدفاع بالظبط، يعني انا وجهه نظري هيبقى اقوى دفاع على المستوى اللي موجود لغايه دلوقتي. احنا استغلينا النهارده بس لا يا كابتن كمل المعلومه بقى. كمل المعلومه. ان احنا هجومنا اضعف لازم نقول الحقيقه يعني كامله، يعني احنا نادي الزمالك احرز 1394 هدف، احنا محققين 1212 هدف. تمام. فاذا عندنا الهجوم يمكن اقل شويه. بس احنا بنيجي في الهاندبول بنقول الدفاع اولا نمره واحد، وفي كل الرياضات مش في كل الرياضات دفاعنا نمره واحد، هجومنا بنبقى ساعات متسرعين شويه، مفيش تفاهم. فاعتقد ان مع الشغل الجديد اعتقد ان هيبقى في شكل ليهم تاني، بالذات بعد نتائج السوبر الاخيره، ماتش عندي هليوبلس والاهلي والاهلي وسبورتنج، انت اول مره تكسب سبورتنج فرق كبير، فرق تسعه. اعتقد ان ده دفعه كويسه، والاهلي تقريبا فرق 13، هليوبلس فرق 13 بالظبط، ده برضو دفعه انا شايفها كويسه. نعم. كابتن محمد يمكن اجي لحضرتك، شايف برضو هل تتفق مع كابتن ياسر في الملاحظات القيمه اللي هو وضحها لنا من ناحيه الاهداف ومن ناحيه الدفاع والهجوم، وملاحظاتك ايضا على الفرقتين يا كابتن؟ لا طبعا انا بتفق مع كابتن ياسر، طبعا هي مشكلتنا بس هجوميا الاخطاء الساذجه، التسرع في اللعب، هي دي كانت مشكله فريق النادي الاهلي، وده بنقول عدم خبره من اللعيبه لسه، برضو شباب، في لعيبه لسه جايين حديثا النادي الاهلي، فلسه ما خدوش اجواء النادي الاهلي وضغط النادي الاهلي، الحاجات دي بتفرق كتير جدا طبعا. في اللعيبه اللي هي اولاد النادي بيبقوا متربيين وعايشين الاجواء دي من وهم صغيرين، فالحاجات دي بتاثر عليهم. انا مهما كان ممكن اجيب لعيب نجم الدنيا كلها، بس اجي جوه النادي الاهلي ضغط، لازم ياخد وقت كبير طبعا عشان اقدر اقيمه ان هو هيقدر يستحمل الاجواء دي ولا مش هيقدر يستحمل الاجواء دي. دفاعنا احنا طبعا شايف ان دفاع النادي الاهلي طبعا اقوى، في فرق كبير جدا واضح في الاهداف. شايف ان النادي الاهلي الفتره دي اللي هم الايام الاخيره مع المدرب الجديد دانيال، لا شايف ان هي ان شاء الله الموضوع هيبقى فيه تغييره، هي بس فكره ان هو اللعيبه لازم تتهيئ نفسيا الفتره الجايه. في خساره حصلت مفيش مشكله، ده في الرياضه دايما، بس ازاي انا اقدر اعالج الحته دي، ازاي انا اقدر اتخطى الجزء ده وانا داخل على سوبر وداخل على افريقيا، فالحاجات دي بتفرق كتير مع اللعيبه. وانا شايف ان هو دوره الاساسي، دوره المدرب دانيال، ان هو العامل النفسي اكتر لازم يبقى موجود، ازاي يهيئ اللعيبه دي ان انتوا داخلين في وقت قصير، ازاي انت تقدر تتعامل مع الفتره الجايه. نعم. كابتن ياسر يمكن مهم، كابتن دانيال مش هتبقى كبيره لانه تولى المسؤوليه منذ ايام بالظبط، فاي مدير فني اتصور رؤيتي يعني اي مدير فني بيمسك الفرقه في شورت تايم كده بيبقى
ما عندوش حلول غير انه يبني على اللي كان موجود، على اللي كان واخدينه الولاد. شايف النهارده مستر دانيال هيلجا لهذا الكلام ولا ممكن يدي حاجات جديده في وادي؟ يعني انتوا في كره اليد الوضع كافي ولا محتاج وقت اطول؟ طبعا انا بهنئ طبعا النشاط الرياضي وكابتن ياسر لبيب، النشاط الرياضي على راس من فوق كابتن خالد العوضي طبعاً. ان هو ربنا وفقهم مع الخواجه دانيال. خالد دانيال دي تاريخ، المفروض ان هو كان ماسك منتخب البرازيل وكان قبل كاس العالم جات له كورونا فما قدرش يجي يكمل مع المنتخب البرازيل. طبعا انا شايف ان صفقه مع مدرب عالي المستوى بالشكل ده، البرازيل النهارده ما كانش ليها في الهاندبول خالص، كان حوارس عارف قربوا، وراجل زي ده اعتقد ان مع نجم كبير زي كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز هيقدر يشوفه وهيقدروا يتفاهموا مع الفرقه ويوصلوا بيها بمستوى يرضي جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. طب كابتن، يمكن نادي الزمالك والكل ولا يخفى على الكل، يعني ما احنا كلنا بنتابع كره يد وعارفين هو بيعتمد اعتماد شبه يعني كلي، مش عايز اقول جزء يعني، على يحيى الدرع. ويحيى الدرع بيحط ممكن يسجل 7-8 اهداف هو بنفسه ويعمل ويصنع 7-8 اهداف. هنا عندنا مهمه يعني لو نجحنا فيها بشكل كبير هنحد من خطوره نادي الزمالك. شايف يحيى الدرع يعني ازاي نقدر نوقف خطورته؟ ازاي نقلل من خطورته؟ طبعا مش هنقدر نوقفها، ولكن على الاقل تقلل خطورته عشان ده في الاخر هيبقى يترجم لعدد اهداف اقل لنادي الزمالك. شايف نلعب عليه ازاي؟ بص، هو الدرع طبعا ما بيلعبش لوحده، هو جنبيه برضو الاحمر وجنبيه اخوه اللي هو سيف. نعم. حسن قداح عنده خط خلفي كويس بيشوط من بره. اهم حاجه ان احنا نقدر نوقف خطوره الشوط من بره، واعتقد ان بعد الجيم كبير في الدوري النهارده الاهلي والزمالك لعبوا عدد مباريات كبيره قوي. نعم. اعتقد ان هيبقى في تفاهم، واعتقد برضو ان الخواجه وكابتن احمد سالم اتفرجوا على الماتشات اللي فاتت وهيقدروا ان هم يحطوا سيناريو للمباراه. يحيى الدرع من الناس اللي بتعرف تشوط من بره لو اتقابل، بس مجرد ما هو رايح على التسعة متر اعتقد ان احنا هنقدر نوقف خطورته. عندي خطورة تانية مصطفى الأحمر، مصطفى الأحمر بيعرف يعدي كويس طبعا، وعندهم دايرة 2002 الزمالك كويسة اللي هو الولد الطويل، لا أنا معلش ناسي اسمه، ده بالإضافة لوسام. وسام مش مصاب تقريبا أنا مش عايز أتكلم، بس وسام مش موجود، دي قصة مش موجود النهارده، مش موجود خلاص، يبقى مش موجود وسام. مش ما بيشاركش مع بس خليني برضه أقول يا كابتن إنه أنا أتفق مع حضرتك إنه طبعا مش بيلعب لوحده، ولكن أوقات كتيرة جدا بننجح إحنا في دي طبعا لقطات من ارض الملعب يا كابتن في التسخين. وبالمناسبه بلغنا مراسلنا من ارض الملعب محمد توفيق ان المباراه هتقام 11:30 حصري طبعا على قناه الاهلي في الاخير. كاستيلو موجود ولا لا؟ طيب ممكن تعرفوا لنا من محمد توفيق كاستيلو موجود ولا لا؟ طيب كابتن محمد ابو ريس بيقول موجود، بس هنتاكد برضو من محمد توفيق يا جماعه هل كاستيلو موجود. خلاص بيبلغوني الاجابه جاهزه، كاستيلو ان شاء الله في المباراه. بس يا كابتن انا بقول ان يحيى الدرع بيحل ازمات في وقت تبقى انت مقفل وبتاع وروح جاي شايط من 9 مخترق وشايط من 7، يعني عنده موهبه الشوط من المسافات البعيده فبيحل لوغاريتمات الدفاع عندنا. فيحيى الدرع لعيب مفصلي، انا شايف ان هو حتى ده بقى ناهيك عن الدفاع. ازاي نوقف اختراقاته من البدايه وازاي نمنعه من التصويب خاصه المسافات البعيده؟ ولازم يتقابل بدري قوي على اساس ان هو يبدا يبعد عن التسعة متر، واعتقد ان هم هيلعبوا عليه بالطريقه ديت. انا عندي المصري وعندي ناس بتدافع كويس، وفي عندي اسمه ايه ده رقم 10 تقريبا فيصل عبد الرحمن عبد الرحمن فيصل، اعتقد ان هم هيقدروا يوقفوا الدرع. يعني الدرع لو احنا الدرع مش هيقدر لو لعب 60 دقيقه انا اعتقد ان احنا هنعرف نتعامل معاه، لان مش هيقدر يدي ال 60 دقيقه استحاله. خطوره وفي برضه خطوره بكار يعني الناحيه ديت، لازم الفاست بريك من ناحيه نادي الزمالك ان هو يوقف، واعتقد ان هو هيوقفوه. اكرم برضه بتاع الزمالك بيجري كويس، اهم حاجه ان احنا عايزين نوقف فاست بريك ونبدا نمشي المباراه زي يعني نمشيها في اتجاه ما يكونش فيه سرعه في الوقت في اول 10 دقائق بالذات، ان احنا نبقى قريبين، واعتقد ان المباراه مباراه هتبقى قريبه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد، يمكن النادي الزمالك بيعتمد انه احنا شباب اكتر بنجري اكتر عندنا ناحيه بدنيه اعلى نتحمل مجهود
طول المباراه، فبيلجا لزي ما بيقولوا تيمبو الجيم او بيموت الجيم بلغه الهاندبول، بيبقى الباصه والثانيه والثالثه، ما بيتسرعش ابدا في الهجوم المنظم. شايف دي يعني ازاي ممكن نقدر نعملها؟ ازاي نخلي الزمالك يخرج بره التيمبو المعتاد ليه في اللعب؟ هي دي النقطة برضو اللي أنا كنت بتكلم عليها من البداية، إن هو إزاي أقدر أفترض سيطرتي أو طريقة لعبي على الجيم. نعم. إن أنا ما يعني ما أروحش ما تسحبش مع طريقة اللعب بتاعت الزمالك. إزاي إن نادي الزمالك دايما بينجح في الفوز المباريات إن هو بيقدر يسيطر على مجرى المباراة. صحيح. إن هو إزاي إن أنت وقت ما بتبقى بتسخن وبتبدأ تعلى وبتبدأ تزيد، إزاي إن هو يبدأ ينيمك، يبدأ يسحبك بالزبط. في طريقة اللعب بتاعته دي موجودة طبعا، دي موجودة طبعا عندهم أحمد الأحمر من اللعيبة الهائلة جدا، لعيبة هو عنده قمة يعني الخبرات العالية جدا، هو بيعرف يعمل دي، إن هو إزاي يقدر ينيم اللي قدامه، إزاي يبدأ بالظبط اللي هو بلس طبعا اللي معاه الدرع في الحتة دي. هل بضغط الدفاع نقدر نخرجه؟ لو يعني ما هو أنا لما بلاقي حتى قدامي لا فرقة بتلعب برتم بطيء، أنا ممكن بضغط دفاعي المرتفع شوية بالمقابلة أخليه يخرج بره الريتم بتاعه، هل ده ممكن أو قابل للتطبيق مع فرقتنا ولا لأ؟ هو وارد طبعا جدا، اللي هي وهتبدأ من ناحية الهجوم مش من ناحية الدفاع. بمعنى إزاي إن أنا كورتي تبقى غالية عليا، إزاي إن أنا كورتي كرة رايح في الشبكة بالظبط، إن أنا حتى لو ما جاتش في الشبكة إزاي أقدر أكسب أطول فترة ممكنة في الوقت وانا بهاجم، ان انا مش اروح اضيع كورتي على طول يرجع عليا، فهي دي النقطه. فانا هبدا من ناحيه الهجوم يمكن كابتن اسر نفس يعني بالظبط ما هي بالظبط، انا هبدا من الهجوم مش هبدا من الدفاع. نعم. هبدا من الهجوم، ازاي انا كورتي تخلص امتى وانا ابدا اسيطر على مجرى المباراه، ان انا مش الزمالك اخليه امتى يجري، انا اللي اتحكم في رتم المباراه بالظبط كده. فهي دي المهمه جدا. احنا بالنسبه لدفاعنا احمد الاحمر طبعا العامل البدني بالنسبه له مع عشان السن بالظبط، فطبعا التخبيط الكتير الالتحامات معاه هتفرق معاه كتير، هتبدا الباور بتاعه يبدا يقل. يحيى الدرع بس هو يعني غالبا احنا شفنا احمد الاحمر بيشارك النص الثاني من المباراه، يعني الشوط الاول ما هو بقاش مشارك امتى بينزل بظروف المباراه بالظبط، هو امتى احمد الاحمر بينزلوه المباراه، امتى في الوقت انا محتاج ازاي اقدر اسيطر على المباراه في الوقت اللي بنزل فيه احمد الاحمر، المباراة هتبدأ تفتح مني المباراة، أنا عايز أخلص إمتى، النقطة الضعف فين أنا أحمد الأحمر يلعب عليها، فهي دي الحتة اللي بيلعب فيها نادي الزمالك. طب قول لي يا كابتن، يعني السنترة السريعة دي من أحد الأسلحة المهمة جدا حتى لو جه فيها هدف، إن أنا باخد الكرة من الشبكة وابتدي أسنتر بسرعة وأروح أحاول أعمل موجة أولى وتانية وتالتة عشان أحاول أجيب هدف على نظام أو على دفاع غير منظم. تمام. شايف ده النهاردة ممكن يجي يأتي بثماره مع فرقة زي الزمالك عندها طبعا. خبرات؟ أكيد طبعا. ده بالعكس ده عامل اساسي جدا، ان انا اقدر اهد الفرقه اللي قدامي، ان الفرقه قدامي انا عندي عناصر الشباب، عندي عناصر الباور بتاعي اعلى من الزمالك، فانا لو اشتغلت على الحته دي بس هي النقطه، ازاي احرز هدف، ازاي اوصل بالكوره للشبكه فنش. هي دي فنش. هي دي احنا كنا بنعملها في اوقات، بس للاسف كان الفينش بتاعنا ما كانش موجود، فهي دي لو اتوجدت ودانيال عرف يوصل للحته دي، ان هو يوصل اللعيبه للمرحله دي، انا شايف ان ماتش الزمالك هيبقى ماتش طبيعي جدا، هيبقى كمان بالنسبه لينا ان احنا المكسب هيبقى رقم واحد. صحيح. كابتن ياسر، نيجي لنقطه مهمه جدا، والنقطه دي بتفك رجلاتمات كتيره جدا في كره اليد، وهو التصويب البعيد، ساعات تبقى الدفاعات متكتله وتجيب بالتسع يارد هدف بيحل لك ازمه كبيره جدا، وبعديه على طول بتبتدي توجد فراغات تقدر تقابل، فبيحصل فراغات على الدايره تقدر تلعب منها. النهارده عندنا محسن رمضان، عندنا لاشين بيجيد التصويبات البعيده، شايف ده سلاح النهارده ممكن نادي الزمالك يوقفه، ولا احنا عندنا من الخبرات مع رمضان ولاشين احنا نقدر نستغله بشكل كبير؟ لا طبعا عندنا عدد خبرات نقدر نستغل هذا الكلام. عندي اسمه ايه ده باك ليفت بتاعنا عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن فيصل مش مصطفى خليل، مصطفى خليل، جزيري، جزيري صحيح، محسن، شاهين، ورادي لا انا عندي مجموعه هتبقى ان شاء الله ليها مستقبل جامد، وانا شايف ان الماتش بتاع النهارده. طب معلش يا كابتن انا مضطر اقطع حضرتك، هنروح لارض الملعب وزمايلنا الاعزاء اللي في ارض الملعب محمد توفيق ومريم سميح عشان يقولوا لنا الاجواء زي ما تعودنا على شاشه قناه الاهلي. اتفضل يا محمد.
مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وضيوفك الاعزاء في الاستوديو كابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبد الوارث نجوم النادي الاهلي السابقين. يعني زي ما متعودين دايما جوله جديده وجولات الاستوديو التحليلي لالعاب الصالات ومباراه الاهلي والزمالك. والنهارده كابتن هيثم المباراه في بطوله مختلفه وهي الاولى من نوعها، هي بطوله نهائي كاس سوبر دوري المحترفين. دي البطوله الاولى زي ما قلنا لاول مره الاهلي والزمالك بيتقابلوا فيها هذه البطوله. يمكن طبعا يمكن مشوار الفريقين خلال هذه البطوله كان حافل، هنتعرف عليه من زميلتنا العزيزه مريم سميح. برحب بيك يا مريم، يعني قول لنا بقى مشوار الاهلي والزمالك في البطوله، يمكن الفريقين النهارده بيلعبوا على نهائي البطوله. برحب بيك طبعا يا محمد في البدايه، برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام كابتن ياسر صلاح وكابتن محمد عبد الوارث وبكل متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل طبعا اكيد مجمع صالات حسن مصطفى وختام الدوره المجمعه لدوري سوبر رجال اليد. النهارده طبعا اكيد لقاء هام جدا، وزي ما احنا بنتكلم يمكن الدوره المجمعه بتضم اربع فرق فقط، هم الاهلي والزمالك وسبورتنج وهليوبلس. بالنسبه لمشوار الاهلي طبعا اكيد كان متوج بالانتصارات في البدايه او اول لقاءاته في هذه الدوره، امام هليوبلس كان 36-23 وامام سبورتنج كان 29-20. ايضا الزمالك يمكن فاز على هليوبلس بنتيجه 35-33 وعلى سبورتنج بنتيجه 36-28. يمكن النهارده نادي الاهلي استعاد طبعا مع المدير الفني الاسباني الجديد دانيال جوردو او كما يطلقون عليه داني. هو الحقيقه يمكن يعني لم يتبقى لي او لم يكمل خمس ايام في تولي المهام، والنهارده الحقيقه ان مهمه يعني هامه جدا امامه او ماتش الاهلي والزمالك في ختام هذه الدوره، يعني مهمه يعني اكيد مهمه جدا يا محمد، خاصه ان هو قدامه مهام يعني لازم يثبت نفسه النهارده لان هو قدامه السوبر الافريقي وكمان كاس الكؤوس الافريقيه. النهارده الحقيقه كان عقب انتهاء الفطار كان في محاضره فيديو للعيبه، ده طبعا علشان يتعرفوا على خطه اللعيبه وكمان مهام المطلوبه من كل لاعب في الفريق. والحقيقه ان هم كان في ايضا محاضره يمكن قبل عمليات الاحماء بدقائق قليله جدا. زي ما قلت يا مريم المدير الفني الاهلي الجديد دانيال جوردو، كابتن هيثم دي اول لقاء قمه ليه، يمكن من ابرز المشاهد اللي كانت يعني اثناء احماء الفريقين هو اجتماع المديرين الفنيين للفريقين، يمكن الاثنين اسبان، المدير الفني الاهلي دانيال جوردو وكمان اوليفر روي المدير الفني للزمالك، يمكن جمعهم حوار مطول، يمكن وقفوا اثناء احماء الفريقين اكثر من 10 دقائق مع بعض. طبعا زي ما بيقولوا هما الاثنين من اسبانيا، دي هتبقى القمه الاولى للمدير الفني للنادي الاهلي وكمان القمه الاولى ما بينهم ان شاء الله، نتمناها مواجهه كبيره جدا جوه الملعب. كابتن هيثم كمان المعتاد في مباريات او بطولات كره اليد ان اللائحه بتقول في حاله التعادل بيتم اللجوء لمباراه اخرى، ولكن يمكن اللائحه في هذه البطوله بتنص على عكس ذلك، يمكن في حاله انتهاء المباراه بالتعادل اليوم هيكون اللجوء لوقت اضافي 5 دقائق و5 دقائق، في حاله استمرار التعادل هيتم لعب 5 دقائق و5 دقائق اخرى يا مريم، وفي حاله استمرار التعادل هيكون على طول في رميات جزائيه كل فريق 5 رميات جزائيه. كمان يمكن النهارده طاقم تحكيم دولي بيقود المباراه بقياده الحكم علاء حسن وحسام معتمد، وفي حكمين احتياطي كمان نظرا لحدوث اي طارئ او اصابه في الحكام وهم محمد سامي ومصطفى المعاملي، وكمان حكام الطاوله النهارده حمدي ناصر ومحمود البلتاجي. مريم مباراه كبيره زي الاهلي والزمالك اكيد غياب اي لاعب فيها بيفرق معاكم مستقبله وكمان بيبقى حاجه مهمه، ابرز الغيابات اللي عندك النهارده ايه؟ يمكن عندنا النهارده 3 غيابات ولكن ان شاء الله يكون عكس ما انت بتقول يا محمد ما تكونش مؤثره وان شاء الله نتوج بالبطوله. يمكن ابرز الغيابات النهارده سيف هاني طبعا فوكس يعني يمكن عنده شد في السمانه، احمد راضي غضروف في الركبه، وعمر حجاج تمزق في العضله الضمه. ان شاء الله يعني ما تاثرش هذه الغيابات على اداء فريقنا النهارده ونتوج بالبطوله امام نادي الزمالك. مريم ايا كانت الغيابات كابتن هيثم ان شاء الله عندنا 16 راجل النهارده في قائمه النادي الاهلي للمباراه، ان شاء الله يقوموا بواجبهم ويكونوا عند حسن ظن كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله دايما النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي في الميعاد، وان شاء الله على قد ثقه جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله تكون بدايه النهارده يعني زي ما بنقول اول مباراه للمدير الفني تكون بدايه جديده ان شاء الله للنادي الاهلي، ويكون ان شاء الله في الفوز حليف النادي الاهلي في اول بطوله من نوعها، وان شاء الله التوفيق دايما للنادي الاهلي. كابتن هيثم دي كانت كل اجواءنا هنا من استاد الدكتور حسن مصطفى بالثالث من اكتوبر، الكلمه ليك اتفضل. زملائي الاعزاء محمد توفيق ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا، يعني الحقيقه يعني غطيتوا كل شيء وكل تساؤلاتنا الحقيقه من ارض الملعب انتوا غطيتوها لنا، كل التوفيق ليكم النهارده في ارض الملعب عشان تنقلوا لنا الاحداث لحظه بلحظه. خليني ارجع لك يا كابتن محمد، يمكن مباراه القمه بتبقى مباراه ليها حسابات مش بس فنيه، يعني احنا بنقعد نتكلم فني وامور، يعني كابتن ياسر يعني بياكد كلامي، ممكن تبقى على الورق والقلم، يمكن فرقه بتبقى على كتير تنزل، انت طبعا لعبت مباريات قمه وكباتن قدامي كباتن كبار، شايف النهارده الناحيه النفسيه ايه
بالنسبه للفريقين، نادي الزمالك فاز ببطولتين السنه دي، نادي الاهلي لم يوفق لسه عنده بطوله وعنده بطوله ثانيه الشهر اللي جاي، شايف الناحيه النفسيه ايه لكل فريقين؟ دي اللي انا اتكلمت فيها من شويه مع كابتن هيثم. المدرب دانييل طبعا هو عامل اساسي جدا ان هو يبدا يلعب على الناحيه الفنيه، على الناحيه النفسيه كويس قوي، ودي اهم بكتير من الناحيه الفنيه من وجهه نظري. ان هو طول ما اللاعب في حاله نفسيه مستقره طول ما هيقدر يادي. صحيح. ودي رقم واحد انا بشوفها من وجهه نظري جوه الملعب. فمباراه اهلي وزمالك طبعا ملهاش، حساباتها بتبقى مختلفه تماما، حتى لو على الورق مين اعلى من مين، بس مباراه اهلي وزمالك بتتاخد في اطار شكل مختلف تماما، خاصه في كره اليد كمان. بالظبط. احنا عندنا طبعا عندنا يعني يمكن الدوري دوريات كلها، يمكن الطايره ممكن تلاقي في بعض منافسه، يمكن الطايره اقرب بذلك اهلي وزمالك برضو، انما في السله في منافسه، القدم في منافسه. بالظبط. ولكن في اليد هو القطبين. ما هي دي النقطه اللي احنا دايما متعودين على ماتشات اهلي وزمالك، المباراه ما بتخلصش غير في الصفاره الاخيره مع الحكم. انا شايف ان لا، فرقه النادي الاهلي العناصر الموجوده كويسين جدا، بس هي الفكره كلها ازاي تقدر توظف، ازاي تعرف اللي ليك واللي عليك قبل ما تبدا المباراه، عشان تعرف تكسب وتعرف توصل للجيم، او تعرف الطريقه اللي انت محتاجها ازاي تبقى موجوده في الملعب. واظن ان هو دانييل على ما اعتقد يعني الاسبان دي بتبقى طريقتهم ازاي بيعرف بالظبط، ازاي بيعرف يوصل، ازاي يعرف يوصلك للمرحله النفسيه العاليه جدا ان انت تقدر تقود بها مباراه وانت باريحيه تامه. نعم كابتن، يمكن المدرسه الاسبانيه تناسب يمكن طبيعه المصريين. شفنا مدير فني نادي الزمالك لكره اليد، عندنا دانييل، مستر دانييل جوردو، عندنا مستر اجوستي بوش في كره السله، ايضا المنتخبات بتبقى فيها مديرين فنيين اسبان. ايه السر يعني ليه اسبانيا؟ هل عشان احنا شعوب بحر ابيض متوسط فمشاركين نفس المكان نفس الروح يعني راي حضرتك قريبين مننا؟ هي طبعا احنا هنتفرج النهارده على ديربي اهلي وزمالك بقياده اسبانيه من الطرفين، هيبقى في حديه. طبعا دانييل ليه، انا شايف خبراته مع منتخب البرازيل عامل شغل جامد. هو بس ما جاش زي ما قلت حضرتك في كاس العالم، لان هو جات له كورونا قبلها. نعم. فالمساعد بتاعه هو اللي كان قاضي الفريق. من ناحيه الماتش الاهلي والزمالك، لو هنقول ان اول سنه يلتقي الفريقين خمس مواجهات السنه دي تمام، ودي السته كتير ممتاز. طبعا الاهلي والزمالك كان السنين اللي فاتت كلها مرتين واحده رايح وثلاث مرات رايح جاي وواحده في الكاس. نعم. يتعمل نظام البطوله دي، كاس السوبر ده كان معمول في السيدات اللي هو موجود دلوقتي، كان بيتلعب اول سنه يعملوه الرجال بالطريقه ديت. ده مكسب طبعا للاتحاد ومكسب للعيبه ان يبقى في عدد مباريات عشان المنتخب. انا شايف ان النهارده هتبقى في شكل جديد للهاندبول، من ناحيه ان انا عندي دانييل اسباني ومدرب الزمالك. طب الخمس مباريات انتهت بتهيألي فوز الزمالك، وكان في تعادل مباراه واحده. لا هو التقى خمس ثلاث لقاءات فاز فيهم نادي الزمالك وتعادل مرتين. طيب قول لي يا كابتن، يعني هو يعني النادي الاهلي اختار الطريق الاصعب وهو بناء فريق. بناء فريق مظبوط. يمكن النادي الاهلي قادر ويستطيع ان هو طبعا يعني كان يعني ايا كان، ولكن هو وثق في لعيبته، وثق في اللعيبه اللي عنده، لعيبه كلها على مستوى المنتخبات، الشباب واخدين احسن حارس مرمى، احسن لاعب، احسن. شايف يعني يمكن جمهور النادي الاهلي يعني اكيد طبعا غيور على النادي بتاعه، مستعجل يشوف ثمره بناء فريق. شايف ده ممكن امتى نحس ان احنا فرقتنا او الخبرات اللي احنا محتاجينها، شايف امتى ممكن يكتسب خبرات الكافيه؟ بص احنا عندنا قاعده ناشئين كبيره جدا ومعظمها في المنتخبات، يمكن هم قالوا ثلاثه مصابين اللي هم كانوا بيصعدوا. نعم. فوكس ورادي، بس موجود برضو في عمر شريف الدايره، ده ولد 2002 ما شاء الله ومهاب. عمر شريف بيعمل غضروف وهو كان بيسخر مع المنتخب. انت برضو بتخسر ناس ناشئين ولاعيب لسه صغير، بس ان شاء الله ربنا يوفقه ويرجع بسرعه. احنا عندنا نسبه ناشئين كبيره حصلت الموسم دوت، فهو ده اللي يمكن شويه عبال، لكن عبد الوارث في الاول الكلام عبال ما بيخشوا اجواء
الدرجه الاولى طبعا بتفرق حاجه تانية خالص غير الناشئين. عقبال ما بياخد الوقت ده في الرجال بتبقى عمليه صعبه، لانك انت بتعدي على دوري وكاس وافريقيا، فالكم ده اعتقد ان هم خدوه السنه دي، وهنشوف شكل جديد مع مدرب جديد ان شاء الله ورئيس جهاز جديد طبعا كابتن ياسر لبيب، نجم كبير وليه اسمه وراجل لاعب اكيد اسره كره اليد كلها، واكيد ان شاء الله شايف الماتش ان شاء الله ربنا وفقنا فيه ومشوار كويس انا شايف باذن الله. كابتن من وجهه حضرتك النهارده، هل الشباب المقترن ببعض الخبره يستطيع النهارده الفوز على خبره يعني عاليه، ولا شايف المباراه ممكن تمشي ازاي؟ شايف طبعا عناصر الشباب هتفرق كتير طبعا في مباراه النهارده. فريق النادي الاهلي يقدر، عنده عناصر هايله جدا، بس هي نقطه النفسيه اللي انا بقول عليها، ازاي انت قادر، لازم توصل عندك وتبقى عندك الحته دي انت تقدر. هي دي النقطه. تمام كابتن محمد بشكرك، كابتن ياسر بشكرك. خلينا نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن ايهاب رجب لنقل لكم نقل حضراتكم مباراه كره اليد القمه المصريه، الاهلي والزمالك في نهائي كاس سوبر دوري المحترفين من صاله او مجمع الدكتور حسن مصطفى. إلى هناك. شكرا معلقنا كابتن إيهاب رجب. إذا انتهت أحداث الشوط الأول بتأخر النادي الأهلي بنتيجة 15-13 في مباراة يمكن ذهبت يعني الكلا الفريقين أغلب فتراتها تبادل التقدم، ولكن انتهت بتأخر النادي الأهلي 15-3. يعني برحب بضيوف المرة الثانية كابتن محمد، أهلا بيك. أهلا بيك كابتن ياسر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يمكن المباراة يعني انتهت الشوط الأول، انتهى الشوط الأول 15-13 بتأخر النادي الأهلي، تحليلك الفني يا كابتن محمد للمباراة؟ والله برضو نفس النقطة هي اللي موجودة، التسرع، عدم التركيز في التخليص، في نقط ضعف موجودة في الدفاع عندنا في رقم 3، دي اللي أدت بالسكور إن هو بدأ الزمالك يرجع تاني. مش عارفين لغاية دلوقتي نادي الأهلي مش عارف يستغل الأجنحة بتاعته لمجرد إن هو سيسة بس في الفاست بريك، على طول كل اللعب بتاعنا على النص، ودي أكبر يعني أنا من وجهة نظري صعبة المباراة علينا، صعبة الأمور جدا جدا. عندي سيسة ماشي كويس، فايق، عندي كاستيلو نفس الكلام، ما دخلش، دخل كورة جابها واحدة تانية كان سلبي جت في العارضة. لازم ألعب على الأجنحة كتير عشان أقدر أفتح الملعب بتاعي. الزمالك قافل نص الملعب كويس جدا. شايف إن إحنا لا محتاجة تركيز شوية بس، ويعني أبدأ المفروض إن هما بين شوطين يبدأ الكلام في موضوع رقم 3 عندنا، هي دي اللي فيها مشكلة. باك ليفت لا رقم 3 في الدفاع اللي هو في نص الملعب عندنا، حصل فيه كذا غلطه فاختراقات، بس هي دي النقطه اللي انا يعني هي دي النقطه اللي كانت واضحه جدا في المباراه. النادي الاهلي ماشي كويس، مش ماشي وحش، قدر يسيطر على المباراه في البدايه، بعد كده بعد الدقيقه 10 في الدقيقه 12 بالظبط بدات قله التركيز واضحه، تغييرات، انا شايف ان في تغييرات كتيره جدا بتحصل، دي هتاثر كتير. ان شاء الله الشوط الثاني يكون افضل باذن الله. لكن كابتن ياسر برضو راي حضرتك ايه في المباراه، خاصه ان يمكن احنا بدانا بالتقدم كان 2-0 تقريبا لينا، وصل النتيجه وفضلنا محافظين على التقدم ده يمكن اول 10-15 دقيقه، ولكن الزمالك اخذ المبادره بعد كده. انا هاخد اخر نقطه كان اتكلم فيها عبد الوارث وبعد كده هنتكلم في الدفاع. اخر نقطه هو فعلا لازم حد يتدخل، ده ديل الخواجه طبعا، دي ثالث مباراه ان هو يبقى موجود مع الفرقه، لسه برضو الراجل ما اندمجش، اللعيبه هو ده طبيعي طبعا، المفروض احمد سالم وميشو وكابتن ياسر دبيب طبعا رئيس جهاز اكيد هيتكلم معاه في النقطه دي، ان انا يبقى عندي بس لسه كابتن عبد الوارث بيقول ثبات شويه في التشكيل عشان اللعيبه تاخد ارتاحيه. اعتقد ان ده هيبقى ليه في الشوط الثاني شكل ثاني. احنا عندنا يعني مش عايز اقول كوارث في الدفاع، اعتقد ان عندنا مصري وفيصل ونعمان، نعمان كان في ملعب لازم يبقى في ده ملخص تفاهم، تفاهم ان احنا نقفل النص. احنا مركزين قوي ان درع يشوط من بره، ورغم كده ان درع برضه بيروح، احنا وقفنا حديه الاحمر. بص يا كابتن معلش انا عايز يعني كل اختراقات، يعني انا شايف اختراقات الدرع بامانه بحيث انه بيوصل لغايه الدايره بالظبط يعني، بس هو عنده قوه بدنيه يا كابتن معلش برضو يعني ما شاء الله ربنا يحفظه، يعني قدره بدنيه انا يعني ما شفتهاش في لعيب كره يد قبل كده.
حقيقه يعني احنا وقفناه اول 8 دقائق وبدا يخش هو يروح تاني، بدانا نكسل شويه في الدفاع بس اعتقد يعني انه هيبقى لينا. لا يعني بص يعني هو بياخد قرار يخش يعني خلاص قوه بدنيه ما حد يعني انت عشان توقفه عايز قدره بدنيه زيه ما يفتحش المساحات، هي دي النقطه ما يفتحش المساحات هو يعني بيلعب على دي هو واحمد الاحمر بيلعبوا على نقطه المساحه، اول ما تفتح بيعرف بيجيد كويس قوي ان هو يعرف يروح في الحته دي. يعني ارجو ان هو الراجل اللي مع درع لازم يكمل معاه للاخر ما يتسابش ويطلع باص زي ما حصل. انا شايف ان المباراه موجوده لسه في الملعب، هنظبط شويه الدفاع اللي في النص. الزمالك ما استغلاش الا بكار في كورتين من الوينج، يعني حمايد برضو قايم بماتش حمايد انا شايف ان هو بصراحه هو ماشي كويس. نجم نجم نجم, نجم الشوط الاولاني. عندي بس يبقى في ثبات شويه في الهجوم بالذات، التخليص يبقى في يعني شويه تركيز. هنعدي هنعدي المباراه بسلام ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله. في الشوط الثاني هنلاقي شكل ثاني باذن الله ان شاء الله. يمكن برضو يا كابتن محمد اجي لحضرتك، يعني انا مش دايما بحب اتكلم على التحكيم الحقيقه، ولكن يعني هو لقينا بعض الاخطاء كده التحكيميه، يعني ما بقولش ان بتاثر على سير المباراه، ولكن في بعض الاخطاء التحكيميه. انا كان في فاول واضح مهاجم على يحيى الدرع ما اتحسبش، وكان اخوه على اسلام حسن اتحسب، ويعني شايف الاخطاء دي ممكن تبقى مؤثره خاصه في الماتشات اللي بتبقى ماشيه ايكوال جيم كده. وضع طبيعي، احنا بشر، وضع طبيعي ان هو الحكم لازم يحصل اخطاء، بس هي الفكره كلها ازاي انا ما اسمحش بالحته دي. طول ما انا مسيطر على المباراه حتى لو حصلت اخطاء من الحكم انا خلاص مستوعبها، يعني مش هفضل اركز عليها. وضع طبيعي وارد هيحصل اخطاء عشان احنا بشر، هي ما بتبقاش متعمده، يعني الاخطاء مش طبعًا متعمده طبعًا. بس طبيعي ان انا طول ما انا مسيطر على مجرى المباراه، طول ما انا سكوري معايا، ما اعتقدش ان هي تبدا الاخطاء دي تاثر عليا. طب برضو يا كابتن، يعني برضو كنا اتكلمنا في بدايه الاستوديو التحليلي عن الريتم المباراه. يعني انا شايف ان احنا كنا فرضنا ريتم المباراه بتاعنا في اول 15 دقيقه، يعني من رؤيه يعني من رؤيه المتواضعه انه كنا احنا فرضنا الريتم بتاعنا، ونادي الزمالك ما كانش قادر يستوعب الجري بالزبط بتاعنا بالظبط في الدقيقه لغايه الدقيقه 12. ايه اللي حصل؟ يعني يعني ازاي ليه الريتم رجع تاني؟ هل عشان قصه التغييرات اللي حصلت؟ هل ليه؟ هي دي النقطة، إن هي حصل تغييرات البداية. يعني بص يا كابتن، السرعة، نادي الزمالك ما كانش قادر يوقف سرعته بالظبط. احنا كانت البداية عندنا فيها مشكلة، إن هو كان وجود لاشين ووجود عبد الرحمن فيصل في وسطيهم إسلام. عندي الباكين مش من النوع اللي عندهم السرعة. نعم. فدي كانت البداية، أنا كانت من وجهة نظري، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، إن كان إسلام كان محتاج حد معاه على الأقل من الباك ده أو الباك ده يبقى فيه سرعة معاه عشان تبدأ تجاري القصة دي. بلس ان انت معاك سيسا كان ماشي كويس ما شاء الله عليه النهارده، هايل يعني نسبته 100% تقريبا بالظبط ما شاء الله عليه. ف يعني ربنا يحفظه طبعا. شايف ان هي الفكره كلها ان هو كان هقدر ادوس لغايه الدقيقه 15 والدقيقه 20 لو كنت ماشي بنفس الريتم ده، ما حصلش التغييرات الكتيره. انا شايف ان كان الموضوع لا كان هيبقى السكور لصالح النادي الاهلي مش لصالح نادي الزمالك. ان شاء الله يتظبط في الشوط الثاني ان شاء الله. طب اقول لك يا كابتن، يعني بالرؤيه الفنيه، يعني طبعا ما مش هيبان اكيد شغل اي مدير فني وهو ماسك بقاله 5 ايام، بس مجرد رؤيه فنيه، شايف هو بيهتم بايه؟ يعني اكيد بيبقى في لمسه معينه كده، او حتى توجيهاته من الخارج بيبان فيها اذا كان هو عايز، هل هو عايز لعب سريع، هل هو عايز نوع معين من الدفاع، يعني شايف ايه مختلف في الفريق؟ بص، هو شكل جديد حصل في الدفاع، اول مره نلعب لعب دفاع متقدم، ده طبعا شكل مدرب حط شكل معين هيفرق معانا كتير قوي، حتى في ماتشات انت عندك بعد كده بطوله افريقيا. اعتقد ان الراجل هيقدر يثبت تشكيل دفاعي كويس. في تغييرات في الدفاع، يعني انت النهارده بتلعب بره، ما كنتش بتلعب، كنتش بتدافع بره التسعه متر. صحيح. وده من حوالي 8 دقائق بالظبط بدات الشوط النادي الاهلي في الدفاع، كان ماشي كويس. بس احنا عايزين نظبط شويه ما بين مصري وفيصل، ان هما يتفقوا بس مع بعض شويه، يبقى في هارموني بالظبط كده، لان شكل الدفاع. بس في نقطه مهمه يا كابتن، يعني بالرغم ان احنا لعبنا متقدم، انا اعرف اللعب المتقدم ده بيدي مساحات على الدايره، ده اللي اعرفه او اللي شفناه في كره اليد، بس سبحان الله احنا لعبنا النهارده دفاع متقدم بس الزمالك ما حطش من على الدايره، يعني انا ما افتكرلوش ما فيش دايره. طب ليه ما بيلعبش؟ ما عنده مشكله احنا اتكلمنا فيها في وسام سامي، مش موجود. هو بيلعب طول المباراه بسيف الدرع وهو لعيب خط خلفي بالظبط، حتى لما غير سيف الدرع نزل لوكا محمد علاء، هو برده سنتر هاف.
فهو ما عندوش حته الدايره دي، فانا اوريدي لازم العب. لا محتاجين نفهمها كويس عشان نوضحها لمشاهدين. هو ما بيلعبش بلعيب دايره اصلا. لا هو ما عندوش لعيب دايره. يعني ما عندوش لعيب بيلعب، بس هو منزل لعيب دايره. هو منزل لعيب دايره بس هو ده مش مركزه. وعنده الولد 2002 بس اعتقد بس برضه يا كابتن انا 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 مع حضرتك بس ما يبقاش ولا زيرو جول من على الدايره. يعني قصدي اقول لك برضه هو لا سيف سيف الدرع حتى هدف من على الدايره ماشي هدف بس مش زي زمان. يعني برغم ان في مساحات بس ما بتتحط يعني مفيش كره بتنزل عشان هو مش عارف ياخد الاماكن الصح. البوزيشن بتاعه هو مش مكانه، هو بيجتهد في المكان بس دي مش بتاعته، فهي دي النقطه. والنادي الاهلي لما لعب اللعب العالي هو نجح فيه، بس هي كانت المشكله ازاي اللي موجودين ازاي يبقى في ما بينهم اندماج. في كلام كتير نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني نشوف ان شاء الله احسن من ذلك. شكرا معلقنا الكابتن هاب رجب. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الزمالك 28-25 بفرق 3 اهداف. يمكن في مباراه يعني كانت ماشيه كلوز جيم الى الاخر، يعني هارد لك النادي الاهلي ان شاء الله حظ اوفر في القادم باذن الله. يمكن كابتن محمد اجل حضرتك يعني بعين متابع، يعني انا شايف الفرقه احسن، يعني فرقه نوعا ما احسن شويه. هو يعني لسه في بعض الاخطاء اللي محتاجه وقت في التظبيط، ولكن انا يعني برؤيه المشاهد ما اعرفش راي حضرتك ايه. والله الشوط الثاني النادي الاهلي عمل شوط هايل جدا، قدروا يسدوا الثغرات، بس هي برده هنرجع ونقول نفس الكلام اللي انا قلته في الاول، قله خبره هجوميا. الكوره مش عزيزه علينا. لازم اقدر اسيطر على كوره، على الجيم، على الشكل نفسه. انا ماشي هايل جدا في الدفاع. هجوميا بصراحه انا عندي المشكله برضو، هفضل اقولها زي ما قلت في بدايه المباراه، مشكلتنا في الهجوم مش مشكلتنا في الدفاع، هي دي النقطه. يعني الدفاع عندنا ماشي لحد ما الدنيا كويسه، في اخطاء، وضع طبيعي لازم يحصل اخطاء، لكن هجوميا التسرع موجود لسه عندنا. عناصر الشباب لسه ما خدتش الخبرات زي ما قابلنا ناحيه الزمالك، امتى الكره بتطلع، امتى بهدي الملعب، امتى بسرع الملعب، هي دي النقطه. كابتن ياسر اجل حضرتك برضو يعني الشوط الثاني افضل، احنا افضل في من الشوط الاول، ولكن يبقى ايجاد حلول هجوميه. يعني انا كنت ملاحظ برضو ان احنا في وقت في في, في فترات معينه بتحس ان في حاله ان انت مش عارف تخترق الدفاعات، بتلاقي اللعيبه زي ما تقول يعني ما عندهاش حلول بشكل او باخر. نقدر نكسر الموضوع ده ازاي؟ بص احنا في الشوط الثاني الدفاع اتصلح شويه، نص الملعب اتقفل، مصري وفيصل قفلنا كويس، يمكن ده قربنا ورحنا كسبنا فرق جونين. عدم خبره بقى من بعض اللعيبه في الكلام مع الحكام، بناخد دقيقتينات في وقت غريب من غير حتى يعني باحتكاك بكوره. لازم يبقى في سيطره شويه. الحاجه الثانيه ان هو ما سابت شويه بالطريق التشكيل. في التشكيل بدا يجيب المباراه. مباراه الاهلي والزمالك ماشي احنا عايزين بنلعب الناشئين، بس انت عندك محسن رمضان انت ما استغلتوش النهارده خالص كناحيه في الباك رايت، كان لاشين ومهاب لسه صغيرين في السن. يعني مهاب رايح في كورتين في وقت قاتل جايين في العرض هدول، بعديها برضو لاشين الكلام ده، وانت كنت كسبان كمان فرق جون، وكنت ممكن تركب وركبنا فرق اتنين، وكنت ممكن تركب فرق ثلاثة. عايزين بس شويه الناشئين، يعني ما ندخلهمش مره واحده، ندخلهم واحده واحده. واعتقد ان الخواجه النهارده والجهاز الفني بيبصوا كتير على اكيد استفادوا من الماتشات. اكيد استفادوا يعني من ماتش النهارده، اكيد هو شاف نادي الزمالك من الملعب وشاف ازاي لعبوا، يعني لعبوا اكيد في استفاده اكيد للخواجه. اكيد وده اول ماتش ليه بالنسبه للاهلي والزمالك، فاعتقد ان هيبقى ليه رؤيه ثانيه في بطوله افريقيا. كابتن ياسر يعني معلش لاعب زي يحيى الدرع يعني امكانيات بدنيه يعني كبيره جدا، اللاعب عندما يقرر انه يخترق محدش بيقدر يوقفه، بيشوط من 10 مش من 9 دلوقتي، احنا كنا بنقول بيشوط من 9 لا ده بيشوط من 10 دلوقتي، فلابد من حل. يعني هو دلوقتي يحيى الدرع يعني لاعب مؤثر منتخب مصر احنا عارفين، بس اكيد في دفاعات لازم توقف يعني طريقه اللعب دي. بص يا كابتن هيثم، درع راح 3 هجمات من بره شايطهم، المفروض ان عندي مدرب حراس مرمى، وده برضو الخبره بتاعت حراس المرمى ان هم لسه صغيرين، شايطهم يمين الجون.
الثلاثه تيبيكال صوره واحده. يمكن كانت عباريس كنا بنتكلم فيها ان هو الراجل ملوش الا زاويه، فكنا نقدر نقفل. كان لازم يبقى في توجيهات. اعتقد ان برضو لسه كابتن خالد عثمان ما دخلش المود بتاع الماتشات بتاعت الاهلي والزمالك، هيكتسبوا خبره في الوقت اللي جاي أكيد. مع الحراس، واعتقد ان هيبقى ليها شكل يعني في استفادات من جيم النهارده أكيد. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل كلامنا عن لقاء القمه النهارده اللي انتهى بفوز نادي الزمالك 28-25، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محمد، اجي لحضرتك. يمكن كنت بتكلم مع كابتن ياسر قبل الفاصل عن يحيى الدرع وطرق الدفاع عليه، خاصه انه يعني لاعب، يعني انا قلت وما زلت عند رايي ان هو 80% من قوه نادي الزمالك لم يكن اكثر، وانه مش بس بيسجل اهداف، لا ده هو يعني حضرتك شوف لما يحيى الدرع بيطلع شكل نادي الزمالك بيعمل ازاي. مع احترامي كل طبعا كل اللاعبين، ولكن وجود يحيى الدرع لابد من طريقه دفاعيه، يعني لازم نفكر يعني هنعمل ايه. والله انا شايف ان هو من يعني لسه كنا بنتكلم، هو من الذكاء من يحيى الدرع ان هو ما بيطلعش مجهوده كله طول المباراه، هو عارف امتى بيطلعه الوقت الحاسم، امتى المجهود يطلع. انا مش هقعد يعني اقعد انزف 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 طول المباراه، انا اهم حاجه اخر 10 دقائق في المباراه هو دي اللي انا محتاجها. عشان كده هو بيلعب ال 60 دقيقه. يحيى الدرع 3 كور شايطهم بس، كورتين اختراق، بلس ان هو بيمشي اللي حواليه ان هو يبدا يبعد الانظار عنه عشان انا اعرف اشتغل، فهي دي ذكاء منه مش اكتر. بس انا بقى المفروض ان انا كفريق النادي الاهلي المفروض ان انا ابقى واخد بالي من النقطه دي. امتى الدرع بيبقى اكتف على الجون؟ امتى الدرع بيبدا يمشي اللي حواليه؟ الكابتن ده بيشوط من 10 يعني ماشي. ما انا بفكر مع حضرتك فنيا، هو دلوقتي راجل بيشوط من 10 ياردة كانه بيشوط من على الدايره، ويمكن تمام. بالعكس ده من 10 بيشوط اقوى. مهما قابلت هقابل ازاي؟ ما هو انا برده ما في كوره يعني ما ينفعش اديله المساحه بتاعته. ما انا مش هضغط عليه نص الملعب. لا ما هو مش قصه ان هضغط عليه نص الملعب، هي قصه ان انا بجهز واحد من المدافعين اوريدي بيبقى فيه اتفاق ان انا يحيى الدرع ببقى الرؤيه عندي قدامي واضحه ان انا يحيى الدرع في الوقت ده هو مجهز نفسه وانا ابقى شايف ان هو مجهز نفسه. فانا اوريدي ان انا بعلب واحد مقابله من بره، بدل ما انا هقابله من على 6 متر وابدا اطلع له، ما انا هقف على 7 متر 8 متر 9 متر. واو، هي دي النقطه. وكمان في ميزه يعني احنا ما استغلناش النهارده، ان نادي الزمالك زي ما اتكلمنا هو ما فيش دايره، فما حدش هيلعب على خط ال 6 متر، فاوريدي كل اللعب بره ال 9 متر. فانا ايه المشكله لما شادو كده حاطط لاعب شادو بالظبط، مجرد ان هو مالي المكان ده، مش زي عادل عندنا ما شاء الله يعني النهارده حط. طبعا ما شاء الله يعني عليه النهارده اقل فرصه بيعرف يستغلها، لكن نادي الزمالك ما عندوش الحته دي. فانا اوريدي انا برضو واقف تحت، طب ما انا احضر نفسي العب واحد قدام يبقى مستني يحيى الدرع في الاوقات اللي هو فعلا مجهز نفسه فيها. ايه المشكله ده؟ يعني على الاقل حتى اجربها، نجحت او ما نجحتش اجربها. يعني هي صحيح ده لازم يبقى فيه ريسك جوه المباراه. صحيح، لان انت هي الرياضه كده. طب قول لي يا كابتن ياسر، يعني برضو بعد انتهاء المباراه النهارده تحت قياده طبعا مستر دانيال المدير الفني الجديد، شايف طبعا ما نقدرش نحكم 5 ايام طبعا ده ولا حاجه، يعني اعتبروا ان هو يا دوبك بس قال كلمتين او لعب على الحاله النفسيه زي ما قال كابتن محمد قبل اللقاء، بس اكيد حضراتكم فنيين وشايفين لكم رؤيه. ايه الاختلاف؟ ايه الفكر اللي هو بتشايفه مصر عليه في الملعب؟ الفكر اللي انا شايفه اللي هو طبعا طريقه الدفاع اتغيرت في النادي الاهلي، الدفاع المتقدم تحسن كتير، بس احنا فضلنا زي ما بيقول كابتن عبارس ان احنا في التخليص في الهجوم بالذات يبقى شويه ناخد ريسك شويه، لازم يبقى في ازاي امتى اعرف اروح بالذات لما اكون كسبان. انا كنت كسبان فرق 2 بس النهارده غياب اسامه الجزير، يعني الجزيري هو اشترك في الاول المباراه، ما ده كل اللي احنا بنقول عليه تثبيت التشكيل. يعني اسامه الجزيري غيابه اغلب فترات المباراه يعني برضه عنده حلول هجوميه شايف اهو جايز، دي وجهه نظر ان الجزيري مش موجود، يعني مش المباراه مش بتاعته من الاول، لان ربما الجزيري ما خدش فرصه او ممكن يكون مش جاهز فنيا او مش جاهز او ممكن عنده حاجه. بس قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول انه يعني يمكن اسامه الجزيري اللي بيميزه بامانه يعني هو عنده حلول، ممكن يعمل فنت زي احمد الاحمر، بيروح بيخش بيلعب ون وان كويس. فالنهارده غيابه في الناحيه الهجوميه يمكن كان ليه تاثير طبعا، لانك انت النهارده كل اللي بيشتغل اسلام
وكان فيصل او خليل من ناحيه الليفت، انت من ناحيه الرايت. معلش يا كابتن هضطر اقطع حضرتك عشان اروح لارض الملعب، ومراسلنا محمد توفيق ولقاء مع المدير الفني الجديد مستر دانيال. اتفضل يا محمد. من جيب بتواصل معاك كابتن هيثم، تحياتي ليك وضيوف الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هارد لك، يعني لم يكن التوفيق حليف النادي الاهلي في مباراه اليوم، الفريق ادى مباراه كبيره طبعا، بطوله تحضيريه الهدف منها هو التحضير فيما هو قادم من المواعيد. يعني يشرفنا يكون معنا في اول ظهور اعلامي ليه المدير الفني الجديد للنادي الاهلي دانيال جوردو. يعني في البدايه بنرحب بيه في اول ظهور ليه على شاشه قناه النادي الاهلي، يعني بطوله تحضيريه، لكن عاوزين نعرف انطباعه وازاي، يعني هو بقاله بس اقل من اسبوع مع الفريق، شايف الفريق ازاي وانطباعه عن الفريق. You and then the Ahli club. This is first time on you on Ahli TV. They are asking about your preparation for the next coming preparation for the African Champion Club. What is the plan for the next coming period? Okay, thank you very much for the welcome. Of course, this is going to be really, really good days for us because we have time to train. عشان نحب مرن فيها. Okay. ما كانش عندنا وقت كافي في الفتره الاخيره ديت عشان احنا نلحق نعمل التحضيرات بتاعتنا للبطوله ديت، ودي بطوله تحضيريه فعلا بالنسبه لنا. فقدرنا الحمد لله دي تبقى تحضيريه فعلا بالنسبه لنا، ان احنا تبقى بدايه كويسه بالنسبه للسيزون ان شاء الله، اول الافريكان شامبيونز كلوب الاول، بعد كده السيزون ان شاء الله. اكيد طبعا هو سال وعرف شعبيه كبيره للنادي الاهلي، طبعا جماهير النادي الاهلي مستنيه منه كاس السوبر الافريقي ومن بعده بطوله افريقيا. Yes. اهلي فانز. نادي كبير طبعا، نادي معروف، وقبل ما يجي طبعا سال ليه معجبين كتير اكيد طبعا. محتاجين النوعيه ديت، ان احنا عارف كويس قوي ان هو ليه تاريخ كبير قوي في افريقيا. قريبه جدا من الاحتكاك من الفرق الاوروبيه والفرق العالميه، فالحمد لله ان عندنا فرق في النادي الاهلي كويسه. كمان المعجبين والفانز طبعا والجماهير لازم تبقى فخوره بالنادي بتاعها طبعا اللي هو موجود فيه دلوقتي. الاعداد ان شاء الله، يعني التحضيرات الاخيره للسوبر الافريقي ومن بعده بطوله افريقيا على طول في النيجر. For the Super Club and for African Cup, the last preparation for the next coming period. Do you have any preparation, kind of preparation? We are going to go to Morocco and then we have there. إحنا طبعاً طالعين الأول إن شاء الله يوم 1 مايو على المغرب. هنعمل هناك هنقعد هناك تقريباً 4 أيام 5 أيام معسكر. We can make there 1 week with the full squad to prepare this big two. في الفريق دوت إن شاء الله هنحاول في الفترة ديت إن إحنا نجمع على قد ما نقدر التحضيرات بتاعتنا عشان نقابل بيها البطولة إن شاء الله ونواجه بيها في البطولة ديت الخصم بتاعنا المغربي. أخيرا طبعا يعني بنرحب بيه، ده أول ظهور إعلامي ليه، كلمة أخيرة يقولها لكل جماهير النادي الأهلي من خلال اللقاء. Almost is welcoming you. One final word for the Ahli fans and for the TV. Yes, we are going to fight until the end. نحن هنفضل نحارب لغاية آخر لحظة. وهنفضل نحارب للجماهير بتاعتنا لغاية آخر لحظة. نتمنى له التوفيق ونشكره، وإن شاء الله ترجعوا لنا بلقب السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا. Thank you very much. Thank you. شكرا. كابتن هيثم ده كان لقائنا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي دانيال جوردو، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي. يمكن النهارده ما حلفناش التوفيق، ولكن يتبقى الاهم زي ما قلنا هي بطوله تحضيريه ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي فيما هو قادم في السوبر الافريقي ومن بعده بطوله افريقيا ان شاء الله، ودايما يا رب النادي الاهلي يبقى في المقدمه ودايما يحقق كل طموحات جماهيره وان شاء الله تتعوض في اللي جاي، ودايما ابطال النادي الاهلي يكونوا عند الميعاد. كما كابتن هيثم اتفضل. زميل محمد توفيق من الارض ملعب بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقائنا مع مستر دانيال عقب المباراه. ان شاء الله نتمنى للفريق والقادم باذن الله احسن. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع عشان نكمل كلامنا عن مباراه القمه اللي انتهت منذ قليل، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن في الختام يا كابتن محمد قبل ما نختم، عايز يعني زي روشته كده من حضرتك مثلا تقول يعني او رساله للاعبين، يعني طبعا اكيد ما في يعني ما فيش لاعب عايز يخسر في النادي الاهلي، ولكن رساله شايف ايه اللي ممكن اللعيبه تعمله او الفرقه تعمله ممكن يكونوا بيها افضل، خاصه حضرتك يعني خبره كبيره في الملعب. والله هي بس هي النقطه ان اللعيبه لازم تتلم تاني مع بعض، اللعيبه ما تيأس، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. اهم حاجه يبقى عندك يقين انت تقدر، عندك اليقين ده هتعرف تعدي المشكله اللي عندك. هي دي نقطه.
زائد بقى اللي هو الشغل طبعا بتاع المدرب، كلام اللعيبه مع بعض، اجتماعات كتيره، الحاجات دي كلها ان هم احنا قدامنا هدف لازم نوصل له، لازم اوصل، لازم اضحي بحاجات كتيره عشان اوصل للهدف ده. فدي مهمه جدا، ودي اتعودنا عليها جوه النادي الاهلي، ان مفيش فرقه بتفضل تكسب على طول، مفيش فرقه بتفضل تخسر على طول. عندي عناصر كويسه جدا، عندي عناصر هايله، محتاجين بس ان هم يتحطوا على التراك، يقدروا يصدقوا نفسهم ان الموضوع مش صعب. الموضوع في ايدك، مجرد ان انت صدق حلمك وصدق ان انت تقدر. صحيح يا كابتن ياسر، يعني روشته صغيره كده للاعبين وللفرقه طبعا بحكم خبره حضرتك الكبيره في الملعب. بص يا كابتن هيثم، لازم يبقى في شراسه، لازم الجهاز الفني يعرف كويس قوي ان الفتره اللي جايه فتره صعبه، انت السنه دي ما خدتش حاجه، والجمهور مش هيقدر يستحمل الكلام دوت. عارفين ان هو جهاز جديد، ارجو ان الجهاز الجديد في لعيبه كتير قوي من بره النادي الاهلي، لازم الناس توضح لها الشراسه بتاعت النادي الاهلي بتلعب بيها، ولازم يبقى فيه بطولتين عندك، عندك السوبر افريقي وبطوله افريقيا، لازم البطولتين دول ما يطلعوش بره النادي الاهلي، لان النادي الاهلي وفر الحمد لله السنه دي مدرب جهاز جديد على راسه رئيس جهاز عالي جدا المستوى كابتن ياسر لبيب، ومدير نشاط خالد العوضي طبعا. الناس دي كلها في ظهر الهاندبول كله. ارجو ان الفتره اللي جايه اللعيبه تركز وتعرف كويس قوي اهميه البطولتين اللي جايين، عشان السنه دي لازم تحرز البطولتين على الاقل ان شاء الله. كابتن ياسر بشكرك شكرا جزيلا، نورتني النهارده كابتن ياسر صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن ياسر. كابتن محمد ابو وارث بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وان شاء الله القادم احسن باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ونشرفتني يا كابتن ياسر. اعزائي المشاهدين، ده كان يومنا النهارده مع استوديو الابطال، ان شاء الله انتظرونا في مباريات قادمه ان شاء الله هنغطيها على قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا.